حذر دكتور أحمد بابغي مدير مركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام، حذر من توقف المركز خلال أيام بسبب نقص كمية المحاليل المخصصة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى. وأشار دكتور بابغي خلال مقابلة معه عبر برنامج تحت الضوء الذي تبثه قناة عاد إن كمية المحاليل المتوفرة حالياً بالمركز تكفي لـ300 غسلة فقط، محذراً من أن يتسبب ذلك في توقف العمل في المركز أمام أكثر من 80 مريض، مؤكداً إن إدارة المركز قد خاطبت كلاً من وزير الصحة ووكلاء الوزارة ومكاتب الصحة وبعض الداعمين للمركز بشأن نقص المحاليل في المركز واقتراب نفاذها خلال أقل من شهر. ووجه بابقي نداءً عاجلاً إلى وزارة الصحة ومختلف الجهات المعنية بسرعة توفير المحاليل اللازمة لإجراء الغسلات لمرتادي المركز. المشكلة اللي نواجهها بسبب العدد المتزايد انه في نقص في الغسلات، يعني احنا المتبقي معنا حوالي الان 300 غسلة او 400 غسلة يلا تكفي الشهر. اذا لم تصل المحاليل دكتور هل سيتوقف في المركز؟ اذا لم تصل المحاليل سيتوقف في المركز. سنعود الى نقطة البداية. نقطة البداية للأسف الشديد اقولها بصراحة، اذا لم تتوفر المحاليل من تناشدون الآن عبر هذا المنبر؟ من نناشد الجهات التي راسلناها وتواصلنا معها بالإسراع وتمهيد العقبات كلها عشان توصل المحاليل الغسيل، وإن شاء الله خير.